17 سنه حنا دوزنا في هذا الركبي. هذا كره مستطيله شاطئيه كيجوا الاطفال من 6 سنين حتى 100 عام. حنا كنسمينا هذا العام لو فيو شامو لان كاين واحد المجموعه ديال الاخوان كانوا قدام معنا من فرنسا ومن المغرب. دابا تقريبا عندنا 350 واحد من المغرب كامل ومن اوروبا اللي كانوا كيزاولوا الركبي. حنا كنديروا التنميه ديال الشاطئ. كنشكر من هذا المنبر السيد الوالي السيد رئيس الجهه سي هاشنقلي رئيس ديال الجامعه اللي واكبونا في هذه التظاهره. مجموعه ديال السبونسور اللي تعاونوا معنا وخدموا معنا هاد الركبي كيكون عندنا العام كامل هاد التظاهره باش حنا كنفينونسيو الدراري ديالنا. عندنا مجموعه ديال الجمعيات اللي خرجوا منهم الدراري ديالنا من منطقه اكادير. كاين تيكيوين انزا تينغير تيزنيت وكل المناطق. هذا متناول الجميع وبالمجان. يعني الا بغيو تجيبوا ولادكم هنا نهار الحد كل حد كيكونوا هنايا بالمجان كل عام. وفي اسم هذا مده 17 عام من غير الكوفيد ديال عامين اللي ما درناهاش. هذه المؤسسه اللي كديرها لاسوسياسيون سبورتيف دو سوس عندها 19 عام دابا غتكمل 20 عام العام الجاي ان شاء الله. الدور ديالها شنو هو؟ سي تعلم هاد الدراري الصغار من الصغر ديالهم الادب الاحترام والرجوله. في واخا كيقولوا الناس بان هذه رياضه العنف، ماشي رياضه العنف، هذه الرياضه اللي كتعلم الانسان يولي راجل في الاحترام. دونك الدراري الصغار اللي كانوا صغار هذه 20 عام راه باينين اليوم ولاو حتى هما مؤطرين. المشكل نقولوا اليوم باسكو عينا ما نسكتوا ونصبروا بكل فرح كره القدم في البلاد. ما كاين الدراري الصغار اللي ما عندهمش كره القدم يبغيو يديروا كره اخرى. 20 عام باقي ما عمرنا ما عطاونا ولا ارض ولا دعم مادي من الجامعه. سمحوا لي مي راه بدينا نشرفوا بدينا نعياو. ايوا الى الدراري الصغار نخليوهم في الزنقه حرام حرام. وسمحوا لي الا دخلت في هذا الموضوع ما كنديرش السياسه مي هذه المره كنخوي لكم قلبي وشكرا عليكم. لا 17 اديسيون ديال البيتش ريغبي دايزه الحمد لله كما مولفه كدوز. لومبيونس مزيانه لي زيكيب كلشي فرحانين كنجيو لهنا اون ايشونج كنستافدوا من الناس كيستافدوا منا وكلشي غادي مزيان. عندنا بزاف ديال لي زيكيب ديال المغرب. عندنا لي زيكيب من ليترونجي دي ماروكان كي هابيت ليترونجي. عندنا لي في عندنا دي بيتيت في عندنا لي كادي. عندنا بزاف ديال لي كاتيغوري وبزاف ديال لي زيكيب. C'est des Marocains, c'est des étrangers, des Français et des Marocains qui habitent à l'étranger. Donc, حنا جينا كما قلت لك مجدة باش نشاركوا في هذا الدوري. ككل سنة كل سنة كان ناخذوا هذا الدوري يعني بواحد الجدية وكنجيو نحضروا فيه. والحمد لله كما قلنا الأجواء مزيانة وكنتلاقاو حنا كنتلاقاو بين أعضاء الجمعيات كاملين اللي كيحضروا. كاينين شي إخوان اللي كنعرفوهم هذه 40 50 سنة لعبنا معاهم في الكرة المستطيلة ولا كرة الركبي صافي دي زاني وكنتلاقاو في هاد المناسبات. هاد المناسبة ديال الدوري ديال أكادير كما هذه واحد الكان جور ولا أمواغ قريب درنا الدوري ديال السعيدية. أول دوري شاطئي ديال الركبي درنا في السعيدية ونتمنى إن شاء الله يكون هذا الشيء يزيد لقدام بالكرة ديال الركبي.